عرفت انهم جابوا موظف جديد معاك؟ ده يمكن يكون جاي بدالي. بدالك؟ قصدك ايه؟ انا مش عارف هرجع الشغل امتى يا وليد، وفي نفس الوقت كنت جاي اخد شويه حاجات وماشي على طول. ده ليه كده؟ سام مراتي تعبانه قوي وحالتها مش مستقره، ما اقدرش اسيبها لوحدها. ما انا سمعتك وانت بتقول الكلام ده لسلمى لما كنت عندنا في البيت. كنتش عارف انك موجود او انك سمعت. انا سمعتك وشفتك كمان لما كنت جاي تاخد بنتك. حقيقة وليد انا عايز اشكرك واشكر الاسره جدا انكم استضفتوا بنتي واحنا مسافرين، بجد متشكر قوي. سيدي لا شكر على واجب ولا حاجه، بس يعني كان عندي سؤال كده. اتفضل. يعني ممكن يحصل لك ظروف تانية تخليك تجيب بنتك عندنا تاني ولا تمام كده الحمد لله؟ لا وليد اطمن، احنا خلاص رجعنا من السفر. طب الحمد لله. معلش انت عارف بقى مسؤوليه كبيره برضو على سلمى، سلمى لسه صغيره مش فاهمه المسؤوليات دي كلها. يا رب ما كنتش اشتكيت لك من حاجه. والله يا في العاده مش بتشتكي، خصوصا بقى لو في اي موضوع يخصك انت بالذات. وليد عايز اقول لك ان سلمى ما عندهاش اي حاجه تخصني ممكن تخبيها عنك. تمام، بس لو اتثبت لي بقى عكس كده. قصدك ايه؟ شوف يا شريف، باختصار كده ومن غير ما ندخل في تفاصيل، سلمى تبقى اختي الوحيده، الفتره الجايه شكلها كده هتكون مشغوله عندكم عشان بتقدم لها عريس وبال بنتك. ربنا يوفقها. ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. استأذنك بقى عشان عندي شويه شغل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا رب تكوني أحسن دلوقتي. ما أعرف إن أنا زي ما سافرت زي ما رجعت. مش خايفة من الموت على فكرة. أنا بس قلقانة على يارا. لا خايفة عليها أوي. إن شاء الله تقومي لها بالسلامة. ربنا يخليكوا لبعض. سلمى أنا طلبتك دلوقتي وصيتي، بس توعديني ما تقوليهاش لحد بعد ما اموت. مش معنى تقوليها لي انا بالذات، علشان انتي جوزي من الوصيه دي. انا يا رب تحبك، وانا مش هطمن عليها مع حد غيرك. انتي لا ممكن تكوني لها أمي تانية بعدي. أنا مش فاهمة حاجة. أنتي بتحبيها؟ بتحبي شريف كمان؟ أيوة مدام سيهام، بس أنا مش محتاجة تنفيلي وتبرلي عيشي. اسمعيني وبس يا سلمى، ما تقطعنيش. أنا وصيتي ليكي بعد ما أموت تتجوزي شريف، هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليكي جنبي ورا طول الوقت. محدش هيحبها قدك ويخلي باله منها زيك. دي أغرب وصية سمعتها في حياتي. تقولي لي شريف بس في الوقت المناسب. أنا عارفة إنه هيبقى أرمل. وعنده بنت. وانتي ما سبقلكيش الجواز قبل كده. هتلاقي ناس كتير تقف قصاد جوازكم ده. عايزاكي تقفي قصاد الناس دول على قد ما بتحبي يارا وشريف. وعديني من دلوقتي يا سلمى، وعديني. شريف
سلامتك يا حبيبتي. أنا بحبك أوي يا شريف. أنا بحبك أكتر يا سيدي. تفتكر هنتقابل تاني؟ سلام يا حبيبتي، أنت مش هتسيبينا وتروحي في أي حتة. يعني كان بإيدي. المهم مش عايزك تنسى يا رب. يفضل يحكي لعني لغاية ما تكبر. لا كنت قد ايه بحبها واعمل لها كل الحاجات اللي ما قدرتش اعلمها لها. سهام حبيبتي قلت لك مش هتسيبينا وتروحي في اي حته. كنت وعدتني انك تنفذ وصيتي اللي سبتها مع سلمى. اوعدني. اوعدك هنفذ اي حاجه انت عايزاها. ممكن يروح تشوف مامتها. سلامتك يا ماما. الله يسلمك يا حبيبتي. انا مش هسيبك، انا هروح معاك. انت هتروحي مع بابا دلوقتي طنط سلمى، وانا اكيد هشوفك تاني. امتى؟ لما ربنا يريدنا. ربنا بيحبنا قوي، واكيد هيجمعنا مع بعض تاني. يارا مش عايزين نتم ماما اكتر من كده. استاذ شريف يلا. حاضر يا دكتور. يلا ريح. يلا حبيبتي يلا عشان نروح. هرجع لك تاني، خلي بالك من نفسك. كنت جايه لك اراجع معاك كشف الشيكات الصادره. طيب استني عيسى لما يرجع وراجعيهم معاه، انا لازم اروح اجيب يارا من المدرسه. طب خليك انت، هروح اجيبها انا. سلمى ما ينفعش تعملي المشوار ده كل يوم، حرام. يا ستي انا بحب اجيبها، وبعدين ما تنساش ان مامتها الله يرحمها موصيني عليها. كيف توصاكي بيه كمان؟ اتجوزك. انا كمان استغربت زيك كده. العادي ان الست توصي جوزها ما يتجوزش بعديها. هو ده اللي سام عملته بالظبط. ازاي؟ وصتني ما اتجوزش بعدها. غيرك. كانت خايفه تجيب مرات اب اليارا. بس احنا لو اتجوزنا هبقى مرات اب اليارا. لا يا سلمى. انت مش ممكن تكوني مرات اب لاي حد. بس يهم ما قالتش كده بس. قالت ايه تاني؟ لا انا كده هتاخر عن يارا. اتفضل.